يا كابتن كرم، ماتش هيعمل ايه النهارده الاهلي والزمالك؟ كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت؟ وبتاع السنه اللي فاتت؟ بتاع السنه اللي فاتت ده اثر رجعي، كاس مصر باثر رجعي، ويعلم ربنا مين اللي ياخده. ممكن فرقه ولا الاهلي ولا الزمالك ياخده، هم ما بيستاهلوش ياخدوه اساسا. احنا ما عندناش كوره في مصر، في مشاكل في النادي الاهلي، في مشاكل في خط النص وخط الدفاع وحارس المرمى محمد الشناوي اللي طالعين بيه السما ما يستاهلش. والزمالك كورته بسيطه جدا، بس في لعيبه بتتالق في الزمالك الفتره دي، يعني ما اعرفش بقى. هو كوره الفرقتين بيلعبوا تقريبا بنفس الطريق، الزمالك بتخاف من الاهلي شويه، بس النهارده التوفيق وعدم التوفيق. ما تقوليش مدرس مدرب ولا مش مدرب، لا لا فريرا ولا سوارس ده اللي جايبينه ما خدش ولا بطوله، اللي شبه يوسف الحاج ولا اسمه ايه ده حجاج، اللي هو الراجل الكبير ده الضخم ده اللي بيجي ده وشه بسم الله ما شاء الله باذن الله ان شاء الله شكله كده وشه خير، والاهلي مش هياخد ولا بطوله، الاهلي مش هياخد ولا بطوله ان شاء الله باذن الله.